هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. راح نبلش تحدينا، اشرح لك عن التحدي بشكل بسيط. اول تحدي هو اسئلة عامة، راح نختبر معلوماتك العامة لان بعرف انها زي معلومات العامة واقعة. حلو، وراح يكون في 10 اسئلة راح اسألك اياها و10 اسئلة انت راح تسألني اياها. ممتاز؟ راح نبلش باول سؤال ونشوف مين راح يقلب الثاني فينا. تحب يكون اول سؤال معك ولا معي؟ كم سؤال تقريبا؟ 10 اسئله. نعم ان شاء الله. خلينا نشوف. يلا بلش. طيب سؤال اول يا حمزه الغزو، انت ايش تصفن هيك؟ ايش صرنا الالهاء؟ طيب ممتاز. ايش هي اكبر دوله في العالم سيدي العزيز؟ اكبر دوله، اكبر دوله في العالم. معروفين معروف انه بناتها حلوين كلهم. سمر يا حمزه. كلهم سمر حلوين. لا مش سمر، شقور. شو المعلومه؟ شقور. اوكرانيا شقور حلوين. اوكرانيا لا. السويد لا. استنى شوي قريب على اوكرانيا. روسيا صحيح 100%. الله عليكم الغزو. من اول هيك روسيا. طب سؤال يا سيدي، يلا قول. ما هو الحيوان الذي لا يصدر منه صوت؟ حيوان سايلنت لا يصدر منه صوت. سهل. بطير صح؟ نعم بطير. فراشة. لا قربت. ايه قربت. يعني ما هو الخيار ما بين الفراشة والزرافة صعب والله شوي. الزرافة بتطير مرات. حلو ممتاز سيدي. من هو الدولتين التي يفصل بينهما بحر ايجا؟ هو انت كل اسئلتي جوال وانت زرافه يعني في في ظلم في الموضوع يعني مش عارف شو بدي اقول لك. اعطيني اول دوله. طيب اعطيك خيارات، تركيا واليونان، تلاعل علي ودبوق. حلو. ام سوريا ولبنان. شيل تلاعل علي ودبوق. حلو من بحر ايجا. طيب تركيا واليونان صح ابو الغزو. فخم هيك احنا متعادلين لحد الان. 2-1. اوكي ممتاز. طيب سؤالي قول، اين صنعت اول كسوه للكعبه؟ اول كسوه للكعبه صنعت في مصر يا صديقي العزيز. يلا جاهزين. السؤال الثالث، هذا السؤال معلم تعرف كيف البونص. ما هي الدوله اللي عندها لا ما هي عاصمه السودان؟ خرطوم. صحيح ابو الغزو. بدون ما تطلع شوف كيف؟ والله بدون ما تطلع خرطوم. جاوب كمان مره اشوف كمان مره. خرطوم. زي هولندي خرطوم 100%. طيب هات اسال سيدي، ما هو اول لون في قوس قزح من الاعلى؟ اول لون من قوس قزح احمر سيدي. ما خطلتني بجاوب قاعد. طيب حلو سؤالك سيدي. 3-3 النتيجه. ما هو اسرع حيوان في العالم؟ شيء. طيب دقيقه شوف، رن الجرس راح اتركك تفكر، خليك قاعد. ما بعرف غش. لا ما راح اترك انت تعمل لي زي محمود عبدين غش نص الاسئله. طيب نشوف مين ربح معانا برضو، لانه حاليا رن الجرس صار اخر كومنت المفروض يكون ثبت معانا. اول ما تسمع الجرس لازم تحطوا الكومنت تبعكم، ما تنسوا تكونوا مشيرين اللايف تبعنا عشان نوصلوا لاكبر عدد من الناس. راح نفتح البوكس ونشوف مين. اوكي نشوف هذا تمام اليمين اللي فوق، شوف شو الجوائز اللي ربحتوها. اوكي نقول الف مبروك للي ربح معنا حاليا وجبة لشخصين مقدمة من مطعم ليتس ميت، وقسيمة بنزين بقيمة 10 دنانير ايضا مقدمة من منصير للزيوت والحقوقات، باكج العناية من بالبشرة مقدم من توني موني، هيك الاسم المفروض تكون طلع صح. راح ارجع لضيفي حاليا اكيد مشاهدينا الاعزاء ونشوف فكر بسؤالنا. اتصلت بصديق. تسمع اصلا حيوان بالعالم على المنتج شو اسمه؟ لا قريب هو شيء من هذول الفصيله. ما نسيت هذا اللي طلع عليه اسمه اساعدك اسمه قريب، او مش اسمه قريب، اسمه زي اسم حدا من الشباب اللي اشتغلوا معاكم في الطقس العربي. اسمه اسامه؟ لا اسامه طريقي؟ لا بشتغل عندكم بفوق السادة. معاكم فوق السادة مش طقس العرب. واحد من الشباب مالك اشقراني. فهد يا زلمة. فهد يا زلمة. يا زلمة الله العظيم يا زلمة. يا الله مش بديني كيف اسمي. يا الله انا كثير وششتك، راح احسب لك اياها كمان.
بدك تحسب ايام انت بتجاوب على الدرس برضه. يلا تفضل هات اسالني يا شو. اي بلد هو موطن الكنغر؟ اسبانيا. والله اسئله معروفه يعني معروف يعني. طيب خذ هاي سيدي، ما هي وظيفه فيتامين اي بجسم الانسان؟ فيتامين اي؟ ما هي وظيفة فيتامين A في جسم الإنسان؟ طب إذا بحكي لك مثلاً فيتامين د و بضبط يعوضون؟ بتروح هاي بهاي ماشي. أنا فيتامين د بعرف إنه بيروح من الشمس. حلو شوف هاي. طيب كل أردن أنا قصدي. طيب فيتامين C. كويس سواحل. حلو الجسم. فيتامين A فائدته؟ طب سمي لي. نوعين من الدخة. نوعين من أنواع الخضار أو الفواكه فيهم فيتامين سي وبحسب لك سكور لك. الفواكه الخضراء تمام والبرتقال. الله يعينك. يعني ألف مبروك. بس فيتامين إيه هسه صار؟ فيتامين إيه سيدي واحد من وظائفه تقوية نظر الإنسان. على سؤال بتقول لي موجود كثير بالجزر، والجزر معروف تقوية النظر طبعا. هاي المعلومة نعم هاي المعلومة مؤخرا العلم أنكرها أن الجزر يقوي النظر. الجزر له علامة. نعم. الأرض أنتوا عارفين. في سؤال جايك بعده بس لا تسألني يلا. ما هي عاصمة تايلاند؟ عاصمة تايلاند؟ طب والله العظيم ما بعرف. والله ما بعرف. أعطيني خيارات. أعطيك خيارات؟ لأني رحت شهر عسل على تايلاند. حلو تمام. بوكيت. أوكي. ولا نمبور. أوكي. بانكوك. جابها. جبتها. أول دولة خليجية ظهر فيها البترول. وتعتبر دولة صغيرة جدا من حيث المساحة. يلا أكثر من هيك مساعدة بدك؟ يعني أنت هيك ساعدتني إنه حولتها على المساحة؟ سهلة. دولة خليجية صغيرة المساحة. أنا عايز توجيهي يا أخوان. كنت علمي. ورصدت بالمواد العلمية. يا زلمة الجغرافيا مش فاهم يا حبيبي. لا هو تخيل انا فايت علمي ورصدت بالمواد العلمية. فما بالك هسه الجغرافيا. طيب علمه متكون من لونين. والله على العلم. سهلة يا زلمة. طب شو أصغر الدول الخليجية مساحة؟ واضحة يا حمزة. واضحة يا حمزة. حمزة بسهل علي. حمزة هاي ولد صف رابع مجاوب عليها. شو في ولد صف رابع؟ يا حمزة واضحة. المساحة. وتعتبر متنفس لجميع البلدان الشقيقة بمنطقة الخليج العربي. صحيح. طيب. لا انت لاحظ لما قلت له المعلومة هاي. لا هو المعلومة هاي قال لك لما قال لك لاحظ لما قلت له المعلومة هاي عرف شو هي بس قبليها لا. انت موضوع النفس. النفس متنفس. طيب. السؤال عندك. عندي هسه؟ نعم. طيب ما هي عملة ماليزيا؟ بلشت تصعب بالسؤال. بتقول لي رحت على ماليزيا لازم تعرف. رحت على اندونيسيا. اوروبية؟ لا. له علاقة بلورد اوف ذا رينجز. من اسم الفيلم. رينجت؟ يعين عليك. رينجت ماليزي. رينجت ماليزي نعم. بعطيك هنت انا سلم. سؤالك سيدي بيقول عشانك ساعدتني، ما هي الغدد المسؤولة عن تنقية الدم وتطهيره؟ مش الدرقية الليمفاوية طبعا. ما هي الغدة المسؤولة عن تنقية الدم وتطهيره؟ الغدة الليمفاوية. بحسب لك يا صاح. علاقة انت بتشوف السؤال التاسع تبعك راح يخف عقلك. السؤال التاسع تبعك هسه تبعك انت. لا السؤال الثامن هسه عندك. عندك الي. يلا ما هي اصغر دولة في العالم؟ الفاتيكان. كثير صحيح. تمام. كم شعيرة يا ابا؟ لا 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 لا. متى غرقت سفينة التايتانيك؟ وقت ما نزل الفيلم. شو السؤال هذا يا اسامة؟ وقت ما نزل الفيلم. هاي ببلغوني انه اسامة الطريفي معنا الاستوديو، ببلغوني انه اسامة الطريفي جاوبها دايركت صح؟ جاوبها دايركت؟ ما شاء الله ثقافة عامة. يركز بالطقس اسامة. يركز. بدور على التايتانيك. 1912
1998 2011 1912 طيب يلا سؤالك سيدي، ما هي أكثر الدول إنتاجاً للفول؟ شو هذا السؤال؟ يعني بحس إنه الهند صح؟ إحساسك يا أخي من زمان بتحس الهند، لأنه دائما أقول لك فول سوداني ممكن ناس تروح السودان فهي توقيعة أتوقع هي الهند. الهند صح سيدي. آخر سؤال سهل هذا السؤال، ما هي الرياضة الأكثر شهرة في إسبانيا؟ هذا مصارعة الفئران. صحيح 100%، الله عليك الله عليك والغزو. مبروك للرجال. وبرضو تعادلنا برضو تعادلنا هذه الفقرة كثير متعادلة أنا وضيوفنا. طيب آخر سؤال عندك سيدي. سؤال هذا ترى مش معقول. أذكر واحدة من الدول التي يطلق عليها اسم الدول الإسكندنافية. دول واحدة بس؟ واحدة عندك سويسرا أكثر من واحدة. عندك سويسرا. السويد. سويسرا مش مكتوب عندي هون بس عندك واحدة. طيب خلاص السويد 10 كل شيء. شو غلط غلط أسامة خسرت النقطة؟ لا مكتوب أذكر واحدة من هذول بتكون صح. لا لا أنت فايز. فايز لا تروح على العدد. ما أنا حكيت. سويد. السؤال يا سعاد، السؤال بيقول السويد دولة واحدة من الدول الإسكندنافية أذكرها. طيب حقك علي غلطت، ما حكيت السويد صح. 10-10 يا اخوان. انت بتعرف مين اللجنه بتقرر جوا ليه بتدق علي؟ اسامه الطريف رئيس اللجنه. الو شباب انتوا اللي بالجبال ام الدامي. ام الدامي اسامه شو مدخله؟ شو مدخله عم اسامه؟ شو مدخله؟ خلاص 10-10 كمان غلط سعاد 9-10 لك. هذا البرنامج برعايه كريم هايبر ماركت.